ورحمة الله وبركاته يا طلبة، اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأتطرق إلى موضوع مهم، وهو كيفية فتح السي سي بي للطلبة الجدد. يعني أنه بعد ما أنكم تجيبوا إن شاء الله البكالوريا وأنكم تتلقوا شهادة البكالوريا وتتلقوا الريلوفيد نوت تاعكم، يعني كشف النقاط تاعكم، لازم عليكم أنكم تفتحوا عفوا سي سي بي من أجل أنكم تديروا المنحة، وهي لابورس. نبدأ على بركة الله. واش هي الوثائق؟ الوثائق هي نسخة من شهادة البكالوريا. لما أنتم تجيبوا شهادة البكالوريا وتجيبوا لي ريلوفيد نوت، هو أنكم ديروا عليهم فوتوكوبي، بالإضافة أيضا نسخة من بطاقة التعريف الوطني، إضافة أيضا إلى فاتورة الكهرباء لإثبات الإقامة. هذا هما الوثائق، إذا فاتورة الكهرباء لإثبات الإقامة، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى نسخة من شهادة البكالوريا، وبالإضافة أيضا إلى الاستمارة التي تمنح لكم في البريد. عمروها ودي معكم هذه الوثائق، أنكم بوزيهم في البريد اللي تابعين ليه، بعد شهر ولا شهر ونص حتى لشهرين راهو يلحقكم الشيك، وهذاك الشيك إن شاء الله راح تسجلوا به في المنحة، لأنه نهار تروحوا تسجلوا في المنحة بإذن الله تديوا معكم زوج شيك باري، بالإضافة إلى وثائق راح نقولهم لكم إن شاء الله في سائر الأيام، وبالتوفيق.